بالنسبة للأزمة الحاصلة حاليا، هو السبب الرئيسي في ذلك نقص الكميات الواصلة أو الخارجة من مصافي صافر. هناك شحة أو قلة بشكل كبير جدا في تكرير المواد الآن من صافر، مما تسبب يعني شركة النفط أي كميات تصلها من صافر تقوم مباشرة بتوزيعها في محطاتها. هناك بعض الهلع أيضا أخي العزيز، بالإضافة لوجود صيانة ستتم في مصافي صافر في يوم 28 نوفمبر الحالي. وتعلم عندما تبدأ الصيانة تستمر لمدة أسبوعين، يعني يحصل شت داون للمنشأة بالكامل والمصافي بالكامل. خلال الأسبوعين هذه ستتوقف المصافي صافر عن إخراج أي كميات، لذلك هناك هلع الآن من قبل المواطنين لأخذ كميات أكثر وتجميعها متلافيا للإيقاف الذي سيحصل من صافر. طيب، هل كان هناك من الشركة خطة مثلا لاستيعاب النقص الذي سيحصل خلال فترة الصيانة؟ في الأول سابقا يعني لم يكن هناك أي إشكالية، نظرا لأن هناك كميات كبيرة كانت تخرج مثلا من صافر لديها خزانات يتم تجميع فيها هذه الكميات ثم توزيعها. لكن الآن للأسف مع أولا زاد الضغط أو النازحين الموجودين في مأرب، هذا أحد الأسباب. أيضا أصبحت السحبيات في مأرب كبيرة جدا. أيضا هناك كميات يتم توزيعها لبعض المحافظات لمأرب كشبوة وسيئة كذا، هناك كميات قليلة كمخصصات يتم توزيعها للمحافظة لدعم المحافظات. هذه أيضا تسببت في نقص أو معمل أرباك خفيف أيضا. في سريعا مهندس أنور، متى تتوقع أن تنتهي هذه الأزمة؟ الكميات فقط هي مشكلة الآن الصافر، المشكلة في صافر. إذا قام الصافر بإعطاء كمية كبيرة أو مثلا بتكرير كميات كبيرة وإرسالها لشركة النفط، شركة النفط مباشرة ستقوم بتوزيعها على جميع المحطات الموجودة، لن يكون هناك أي أزمة. هي أزمة فقط وقتية، ليس يعني مثل كل يوم، لا مثل كل مرة يعني تحصل تستمر 4 أيام 5 أيام لا تزيد عن ذلك، ومباشرة يتم اختفاء هذه الأزمة.